البيضاء محافظة منسية بأوقات السلم، فارضة ذكرها في وقت الحرب. دخلها الحوثيون في مثل هذا الشهر من العام الماضي، قيل حينها إن الميليشيا سيطرت عليها دون مقاومة. كان الأمر كذلك حينما سلمها الجيش الموالي لصالح لحلفائه الحوثيين. لم يستمر سكون أبناء المحافظة طويلاً، فسرعان ما تشكلت المقاومة بشكل فردي قبل أن يلتحق أبناء المحافظة بها، لتكون المدينة الأولى في المقاومة والتي ما تزال مستمرة حتى اليوم. لم يهدأ القتال فيها، تظهر بين فترة وأخرى أخبار تفيد بإصرار أولئك المقاومين في الأرض على استرداد أرضهم من قبضة الميليشيا. كان آخرها هجوم شنه المقاومون على مواقع للحوثيين في الطفة والزاهر، حيث قصف رجال المقاومة الشعبية مواقع التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع في جبال ضحوة وشعب كيدان في الزاهر، ما أوقع خسائر في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات العسكرية. المواجهة العنيفة بين المقاومة والميليشيا لا تكاد تتوقف في مواقع الغبيب وجبال حديد ومحلب وهرمز بمنطقة طياب في مديرية ذي ناعم. تزامن ذلك مع هجوم للمقاومة بقذائف الأربيجي والأسلحة الرشاشة على مبنى إدارة أمن مديرية الطفة الذي يتمركز فيه الحوثيون. إذن يقف أبناء محافظة البيضاء في طريق وحيد هو المقاومة لا غير للوصول إلى الحرية، حتى وإن جاءت بشكل متأخر لا يهم، فالأهم هو التحرير.